طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها واستحورت الآية ذا القرآن. والبر باللبوين يوجب جنة والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع موجبات الجنة، مرحبا بكم أيها المشتاقون لها. وما أجمل الحديث عن الجنة حتى تعرج الأرواح إلى الجنان هناك فتطوف في تلك الأنهار وتلك القصور. اليوم معنا موجب من موجبات الجنة، ألا وهو أداء فرائض الإسلام. لماذا نقول ذلك؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر كل من سأل عن الإسلام، عدد له أركان الإسلام، وخيرها ذاك السائل بين أن يزيد نوافل أو أن يقتصر على الفرائض، فأعلن كثير ممن سأل أنهم لا يزيدون، فقال لأحدهم: أفلح إن صدق. أتى رجل ثائر الرأس يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يسأله عن الإسلام، فأول ما أخبره إقام الصلاة، وأخبره أن للصلاة نوافل. قال مخيرا له: أو تزيد، أي تقيم الصلاة أو تزيد، الصيام أو تزيد، الزكاة أو تزيد. قال: لا أزيد، والذي بعثك بالحق لا أزيد. قال: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. أتاه رجل يسأل أيضا: إن أقمت الصلاة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. هذه رسالة لذاك الذي فرط في الفرائض وتمسك في النوافل. بعض الناس انقلب عليه فهمه فهو في الفرائض ضعيف، تجد في أخلاقه عالي، تجده في الصلة عالي، لربما هو في أبواب البر كثيرة، لكن مشكلته أنه لا يصلي، أنه مستطيع على الحج ولا يحج، أنه عليه رمضانات وليس رمضان واحد بسبب التسويف والتفريط، وبعضهم يستهين بصيام رمضان. يا عشاق الجنان، أول ما سيسألكم الرحمن عن كل عمل، سيسألكم عن كل ما افترضه عليكم. البعض يقول: أنا أتصدق. طيب، وزكاة أعوام طويلة، عليك زكاة 10 سنوات. فإذا أراد أن يخرج الزكاة فإذا الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء. لذا يا راغب الجنان ويا مشتاق إلى دخول جنات النعيم، اسأل نفسك محاسبا: هل أنا مؤد للفرائض على الوجه الكامل؟ الصحابة الذين سألوا الحبيب عن شرائع الإسلام وفرائضه ما ذكرهم الحبيب ابتداء بالنوافل، إنما ذكرهم بالفرائض. والذي يتمسك بالفرائض سيدعوه التمسك بها إلى أداء النوافل وليس العكس. البعض منا في رمضان تجد أنه يحرص على صلاة التراويح مع أنه قد نام عن الظهر وعن العصر. أي فقه هذا؟ هذا فقه أيها الأحباب منكوس، وهو من تزيين الشيطان، حتى إذا فرطنا في النوافل في الفرائض أشغلنا بالمباحات والنوافل. تمسك يا عبد الله بالفرائض وحاسب نفسك عليها، فإنها موجب من موجبات الجنة وسبب لدخول أبواب الجنة. يا رب نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
مرحبا بكم من جديد، ولازلنا مع موجبات الجنة، واليوم مع موجب عجيب البعض منا يفهمه بفهم خاطئ، والبعض منا من الله عليه أن يعمله كما أراد الشارع. ما هو كفالة اليتيم؟ اليتيم من؟ ذاك الذي فقد والده وعاشت أمه أرملة تربيه، فيأتي هذا الذي أراد الجنة، بل أراد أن يجاور الحبيب في الجنة، فيأتي فيكفله. والكفالة ليست قسط شهري تودعه في حساب جمعية، الكفالة الكاملة هذه كفالة فيها خير. لكن الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى الكفالة أنها أن يقوم الكافل بكل ما يحتاجه اليتيم من أمور مادية ومن أمور معنوية ومن أمور نفسية وطبية وعلاج، أي أنه كأنه في بيته ابن، سواء كان المكفول في بيتك أو أنك ترعاه في بيت أهله. لماذا أقول ذلك معاشر الأحبة؟ لأن ثمن الكفالة الجنة، أجرة الكافل الجنة، بل إنك مع محمد عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة. فأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام. ويقول كافل اليتيم في الحديث الآخر: كافل اليتيم له أو غيره، أنا وهو في الجنة كهاتين. إيش معنى له أو لغيره؟ أي سواء الذي كفل اليتيم كان من أرحام اليتيم كعمه خاله أو غيره، أي من المسلمين، أن الكافل من عامة الناس، فكفلهم رعاهم. وهنيئا للذي يكفل واحد واثنين وثلاثة وأربعة. والله معاشر الأحبة، إن اليتيم لربما أجره أعظم من أجل تربية أبنائك أحيانا. وبعض الأبناء في حياتك يطيشون ولربما يطغون عليك، أما اليتيم المنكسر فلربما لأن الدنيا صدعت قلبه لربما يكون ألين في التربية. ودائما الأيتام عظماء. أتدرون لماذا عظماء؟ لأنهم ما عاشوا دلال الأغنياء، وما عاشوا دلال الأغنياء تربويا أو عاطفة. لأن اليتيم أحيانا إذا فقد والده في الحياة التفت، فإذا هو يشعر بالخوف، فالكافل يضمه إليه ويسكن روعه ويمسح دمعه ويمس على رأسه ويقول: أنا لك بعد أبيك أب. وهنا كانت الجائزة الجنة. فابحث أيها المؤمن، ابحث عن باب من أبواب هذا الأجر. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تفتح له باب الجنة، فإلا أن امرأة تبادرني، يعني تدخل معي تزاحمني، ماذا تقول؟ قعدت على أيتام لي. الله أكبر، هي أرملة تركت كل زهرة الدنيا لتقعد على أيتامها. أين مستقرها؟ ليس في الجنة، بل تدخل مع باب يدخل منه محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب نسألك الجنة يا أكرم الأكرمين. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك أن أردت دخولها واستحورت الآية ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على اللثام والأدران.